السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة التعليم التجاري والتعليم الفندقي أهلا بكم في حلقة جديدة من مادتنا قانون العمل والتأمينات الاجتماعية زي ما بنشتغل في كل حلقة بنراجع الأول الجزء اللي إحنا شرحناه قبل كده وبعد كده بنشرح الحلقة بتاعتنا إن شاء الله طبعا أنا بفكرك تاني إن إحنا عندنا المنهج بتاعنا مقسم حتى داخل ورقة امتحان آخر السنة مقسم إلى ثلاث أجزاء الجزء الأول قانون العمل اللي هو قانون رقم 12 لسنة 2003 الجزء الثاني قانون رقم 81 لسنة 2016 الجزء الثالث قانون التأمينات وده الجزء اللي بيبقى فيه بعض الحالات المع... العملية على إيجاد المعاش وأنواع المعاش طبعا الجزء اللي احنا إن شاء الله بإذن الله في الحلقة دي بننهي الجزء قانون العمل وبعد ما بنخلص الحلقه بتاعتنا هنعمل حلقه ان شاء الله مراجعه شامله نحل فيها اهم اسئله الكتاب والاسئله اللي غطيتها الامتحانات السابقه. الجزء اللي فات اتكلمنا على قواعد تشغيل النساء وقواعد تشغيل الاطفال او بمعنى اصح الفئات التي تعامل معامله خاصه في قانون العمل. قلنا عندنا فئتين بتعامل معامله خاصه في قانون العمل. الفئه الاولى هي الاطفال والقانون حدد سن تشغيل الاطفال وقال الحد الادنى لتشغيل الطفل من 14 سنه اقل سن الطفل ينفع يشتغل فيه الحد الادنى يعني اقل حاجه 14 سنه ولم يتواج ولم يتجاوز 18 سنه يعني سن تشغيل الطفل من كده نفهم ان هو من 14 سنه ل 18 سنه. ده بالنسبة لسن تشغيل الأطفال وطبعا طبقا لقانون الطفل القانون قال لا يجوز تدريب الأطفال قبل سن ال 12 يعني حتى الطفل كمان ما ينفعش يتدرب قبل سن ال 12 سنة يبقى لو جالنا سؤال في الامتحان وقال لنا الحد الأدنى لتشغيل الأطفال هو 14 سنة أو طبعا تجاوز مرحلة إتمام التعليم الأساسي ولم يتجاوز 18 سنة خدنا بعض القواعد الخاصة بتنظيم عمل الاطفال في قانون العمل قلنا من ضمن اهم القواعد دي لا يجوز تشغيل الطفل في الاعمال الليليه وقلنا ووضحنا ان الاعمال الليليه مقصود بها من الساعه السابعه مساء الى السابعه صباحا ده ممنوع الطفل يشتغل ليلا كمان ممنوع الطفل يشتغل في الاعمال الشقه القانون حذر على اصحاب الاعمال اللي بيستخدموا اطفال ان هو يشغلهم في أعمال شقة قلنا كمان إن الطفل ممنوع يشتغل وقت إضافي أو أيام العطلات الرسمية أو أيام الأجازات. والقانون حدد ساعات لعمل الطفل. قلنا عدد ساعات الطفل ست ساعات في اليوم، يعني الطفل القانون محدد له عدد ساعات عمل معينة لا تتجاوز ست ساعات في اليوم. يتخللها يعني في نصها كده يتخللها ساعة راحة بحيث ان الطفل ما يشتغلش اكتر من اربع سنوات اربع ساعات متصله ده بالنسبه لقواعد تشغيل الاطفال خدنا كمان من ضمن الفئات التي تعامل معامله خاصه في القانون النساء وخدنا قواعد تشغيل النساء وعرفنا ان النساء في قانون العمل بيعاملوا معامله خاصه وليهم قواعد خاصه طبعا نظرا لاختلافاتهم الفسيولوجيه عن الرجال فالقانون خصهم ببعض القواعد من اهم القواعد دي قلنا لا يجوز تشغيل النساء ليلا والليلا هنا مقصود به تمام من السابعة مساء إلى السابعة صباحا في المنشآت الصناعية لكن الشرط ده قلنا ليه استثنائين يعني ممكن لأن في بعض الناس هتسمع الكلام ده تقول لك لا أنا أعرف ناس شغالين في المنشآت صناعية بيجوا وبيشتغلوا بالليل إحنا بنقول الشرط موجود لكن الشرط ده أو القاعدة العامة موجودة لكن لا استثنائين ممكن السيدة تشتغل فيهم ليلاً اول استثناء اذا كانت طبيعه عملها طبيعه اشرافيه يعني الشغل اللي هي بتقوم بيه ذات طبيعه اشرافيه كده مسموح لها ان هي تشتغل ليلا السبب الثاني بقى ان خوفا من تلف مواد خام يعني ايه يعني يحصل سبب قهري يؤخر السيدات عن العمل لبعد السابعة مساء فيضطر صاحب العمل الى تشغيلهم ليلا هنا بنقول ينفع تشتغل بالليل بس بشرط ان يكون السبب ده قهري وغير معتاد يعني ايه؟ ما بيكونش بتقرر بصفه مستمره، ندي مثال كده يعني مثلا لو انا قلت نظرا او خوفا على تلف المواد الخام اضطر صاحب العمل الى تشغيل النساء ليلا، يعني صاحب العمل في بعض المواد الخام لو باتت لتاني يوم ممكن هنا تضر صاحب العمل، فهو اضطر خلي يش... بالك من الجمله اضطر، اضطر هنا يعني ايه؟ يعني غصب عنه والموقف قهري ومش هيتقرر. هل ينفع هنا الستات يشتغلوا بالليل هنا بقول له قانوني قانوني ليه بس بشرط يعني هو ممكن يشغلهم بالليل بس بشرط إيه هو الشرط بقى أن السبب هنا لن يتكرر مرة أخرى يعني ده سبب قاري ومش هيتكرر يعني مش بصفة معتادة وقلنا كمان إن يحظر تشغيل النساء في الأعمال الشقة ممنوع السيدات تشتغل في الأعمال الشقة كمان السيدات خصناها او النساء خصناها باجازتين طبعا السيدات لها حوالي تسعة انواع زيها بالظبط زي الرجل لكن الست بصفه خاصه خصناها باجازتين وقلنا الاجازتين دول مهمين جدا اجازه اسمها اجازه الوضع واجازه تانية اسمها اجازه رعايه الطفل او اجازه بدون اجر نفكر بعد كده باجازه الوضع اللي هتاخدها العامله بس خلي بالك انا بقول مين العامله مش الموظفه العاملة طبقا للقانون رقم 12 لسنة 2003 اللي هو قانون العمل حدد لها مدة وشروط أجازة الوضع أجازة الوضع للعاملة مدتها 3 شهور تستحق 90 يوم أجازة وضع طبعا تحصل عليها مرتين فقط طوال الخدمة طول خدمتها بتاخدها مرتين يبقى مدتها 90 يوم وبتحصل عليها مرتين فقط طوال الخدمة ليها شرط بقى أن تكون أمضت العاملة على الأقل 10 اشهر في العمل، يعني الست دي عشان تطلب اجازه الوضع لازم تكون قعدت في الشغل على الاقل 10 شهور. وقلنا كمان لا يجوز تشغيل آه العامله اثناء او خلال ال 45 يوم التاليه للوضع، يبقى دي الاجازه، اربع نقط اكتب هات ورقه وقلم واكتب معايا، اكتبهم كده ببساطه مدتها 90 يوم تحصل عليها العامله مرتين، شرطها ان العامله تكون امضت 10 شهور على الاقل في العمل ولا يجوز تشغيل العاملة خلال ال 45 يوم التالية للوضع خدنا بعد كده الأجازة بدون أجر برضو أجازة تخص السيدات الأجازة دي بتاخدها العاملة عشان طلع طفلها الرضيع طيب الأجازة دي عبارة عن إيه؟ العاملة بتستحق أجازة لرعاية ابنها أو بدون أجر كمان الأجازة دي مدتها قد إيه؟ مدتها سنتين في المرة الواحدة يعني بتستحقها أربع سنوات لأن بتاخدها مرتين بس، أربع سنوات بحد أقصى، يعني هي لها في المرة الواحدة سنتين، يعني هي بتاخدها سنتين وعددهم مرتين، عشان لو جالنا سؤال وقال لك تستحق العاملة بحد أقصى إجازة بدون أجر لمدة نقص سنوات، أقول له كام سنة؟ أربع سنوات، طب ليها أربعة؟ لأن المرة الواحدة اتنين، وهي من حقها مرتين، يبقى لما نقول بحد أقصى يبقى هنا تستحقها أربع سنوات بحد أقصى، وقلنا الإجازة دي تحسب من مدة خدمة العاملة، يعني إيه؟ يعني بتتحسب من الخبرة بتاعتها، حتى لو هي إجازة بدون أجر وهي قاعدة في البيت، طبعًا ليه بقى؟ لأن العاملة لا تنقطع صلتها أثناء أجازة الإجازة بدون أجر، لأن في علاقة بينها وبين العمل، صاحب العمل بيلتزم بدفع التأمينات للعاملة، عشان كده بنقول تحسب من مدة خدمتها، وطبعًا صاحب العمل ما بيقدرش يرفض الإجازة دي إلا في حالة واحدة بس. لو عدد العاملين في المنشأة أقل من خمسين عاملة أو عامل من حقه يرفض الإجازة اللي هي إجازة الوضع. وقلنا كمان في قواعد تشغيل النساء إن النساء من حقها تفسخ العقد وتبلغ صاحب العمل إن هي هتفسخ العقد بتاعها تلقائيًا في حالتين، حالة الحمل وحالة الزواج. وقلنا نقطة مهمة جدًا، لا يجوز فصل العاملة أثناء إجازة الوضع. تاني لا يجوز فصل العاملة أثناء أجازة الوضع تكلمنا هنا على قواعد تشغيل النساء وقواعد تشغيل الأطفال وتكلمنا كمان على الـ الـ الأجازات بصفة عامة قلنا عندنا راحة أسبوعية وعندنا أجازة سنوية وأجازة المخالطة والأجازة المرضي وأجازة الوضع وأجازة الحج والأجازة الدراسية طبعا اتكلمنا على الأجازات باستفاضة كبيرة تكلمنا كمان على الجزاءات الذي يجوز توقيعها على العامل، لو العامل أخطأ يجوز لصاحب العمل أن هو يوقع جزاء على العامل، ليه؟ لأن العامل يتبع صاحب العمل تبعية قانونية، يعني إيه تبعية قانونية؟ يعني أنا شغال كعامل ماضي عقد مع صاحب العمل، فأنا بشتغل تحت إدارته إشرافه وتوجيهه، ولو خالفت القواعد دي يتم توقيع الجزاء القانوني عليا، والجزاءات طبعًا متعددة لكن بتبتدي من الاصغر فالاكبر يعني ايه يعني بديله له انذار لو رجع العامل اخطا تاني بخصم له من الاجر لو رجع العامل اخطا تاني باجل له العلاوه لو رجع اخطا تاني بحرمه من جزء من العلاوه لو رجع العامل قرر الخطا باجل له الترقيه وبعد كده بخفض له الاجر وبعد كده بخفضه الوظيفه ادنى مع الاحتفاظ بالاجر اخر عقوبه عندنا هي الفصل من الخدمه وتكلمنا كمان على سلطه توقيع الجزاء يعني ايه سلطه توقيع الجزاء مين اللي له الحق ان هو يوقع الجزاء على العامل طبعا عندنا ثلاثة في ايدهم سلطه توقيع الجزاء مدير العمل صاحب العمل اللجنه القضائيه تاني سلطه توقيع الجزاء تقع في يد ثلاثة مدير العمل صاحب العمل واللجنه القضائيه مدير العمل ده المدير اللي بنتكلم عليه من حقه ان هو يديك انذار كعامل يعني يديك انذار او خصم من الاجر مده لا تتجاوز ثلاث ايام. لو الموضوع اكبر من كده بيحوله لصاحب العمل. صاحب العمل في ايده باقي العقوبات اللي قلناها كلها ما عدا ما عدا الفصل من الخدمه. عقوبه الفصل من الخدمه ليست من اختصاص صاحب العمل، امال من اختصاص مين؟ من اختصاص اللجنه القضائيه المختصه. هي اللي بتقدر تفصل الع... تفصل في قرار الفصل ل العامل ده اللي اتكلمنا عليه الحلقة اللي فاتت النهاردة ان شاء الله بقى هنتكلم على اخر جزء في الباب الثاني في الفصل الاول وبالجزء ده يكون كده خلصنا ان شاء الله الجزء قانون العمل هنتكلم على ايه حالات انقضاء عقد العمل الفردي او بمعنى صح حالات انتهاء عقد العمل الفردي يعني يا مستر يعني امتى العلاقة تنتهي ما بين العامل وصاحب العمل تاني امتى العلاقة تنتهي ما بين العامل وصاحب العمل في ناس اول ما تسمع الكلام تقول ايه لما العقد يخلص تمام هو لما العقد يخلص لكن احنا عندنا حوالي ست او سبع حالات بينقضي فيهم عقد العمل افكرك قبل ما نخش بالدرس عقد العمل ده يعني ايه احنا قلنا عقد العمل ده هو العقد اللي يتعهد فيه العامل بان يعمل تحت اداره اشراف توجيه صاحب العمل مقابل اجر يعني في العقد ده انا كعامل بتعهد ان انا اشتغل تحت توجيه ورقابه صاحب العمل بس مقابل اجر وقلنا شروط العقد ده لازم يكتب باللغه العربيه ويكتب او ينسخ من ثلاث نسخ وقلنا كمان اهم بيانات العقد اسم صاحب العمل ومحل اقامته اسم العامل ومحل اقامته والمهنه والاجر والعقد ده انت ممكن تعمله مع شخص طبيعي او شخص اعتباري يعني ايه؟ يعني ممكن تتعاقد مع حد صاحب عمل بصفته الشخصيه، يعني اسمه كذا كذا هو ده اللي بتتعامل معاه، ده كده اسمه شخص طبيعي، اما لو انت هتتعاقد مع صاحب عمل في اسم شركه، شركه كذا او شركه كذا، يبقى هنا انت بتتعاقد مع شخصيه اعتباريه، هتفرق؟ هتفرق كتير جدا لما ناخد حالات انقضاء عقد العمل. آه وقلنا كمان لما انا بعمل عقد العمل مطلوب مني مستندات زي ايه المستندات دي بطاقة الشخصية شهادة الميلاد صحيفة الحالة الجنائية الكشف الطبي المؤهل الدراسي الموقف من التجنيد شهادات الخبرة ان وجدت وكمان القيد او رقم القيد في مكتب القوى العاملة وشهادة تأدية الخدمة العامة وتصريح عمل للاجانب كمان قلنا ان العامل يتميز عقد العمل بعنصرين ودي بتيجي اكمل في الامتحان برضو بالحاجات الملاحظات اللي احنا بنكتبها اكتبها عندك في الجزء اللي انت بتكتب فيه الملاحظات بتاعتك يتميز عقد العمل بعنصرين يتميز عقد العمل بعنصرين ايه هما العنصرين دول التبعيه والاجر التبعيه والاجر ان العامل يتبع صاحب العمل نوعين من التبعيه تبعيه اقتصاديه وتبعيه قانونيه التبعيه الاقتصاديه دي هي استئصال صاحب العمل بمجهود العامل يعني استحواذ صاحب العمل بمجهود العامل كله طبعا مش ببلاش ده مقابل اجر اما التبعيه القانونيه معناه ان العامل يعمل تحت اداره واشراف ورقابه صاحب العمل واذا خالف القواعد يتم توقيع الجزاء القانوني عليه دي كانت فكره بسيطه عن عقد العمل اللي احنا هنتكلم النهارده نقول متى ينقضي او متى ينتهي عقد العمل الفردي تعال نشوف مع بعض كده حالات انتهاء عقد العمل الفردي متى ينتهي عقد العمل الفردي هنبص كده على اول حاله عندنا لانقضاء عمل الفردي انتهاء مده عقد العمل انتهاء مده عقد العمل يعني ايه يعني العقد ذات نفسه مدته انتهت اذا اقيم العقد لمده تزيد عن خمس سنوات جاز للعامل انهاء دون تعويض عن انقضاء الخمس سنوات وذلك بعد اختار صاحب العمل قبل الانتهاء بثلاثه اشهر اذا انقضت مده عقد العمل محدد المده واستمر طرفا في تنفيذه اعتبر ذلك منهم تجديد للعقد لمده غير محدوده ولا يسري ذلك على عقود عمل الاجانب. يا مستر الكلام هنا صعب جدا هو يعني ايه اللي احنا قلناه ده؟ ببساطه شديده كده اول حاله من حالات انتهاء عقد العمل انتهاء عقد العمل ذات نفسه العقد اللي انا عامله والعقد ده ممكن يكون خمس سنوات فبمجرد انتهاء الخمس سنوات ما يخلصهم العلاقه اللي بيني وبين صاحب العمل انتهت خلاص او بيبقى عقد مثلا محدد والعقد المحدد ده سنه سنتين ثلاثه لو انا ما قلتش لصاحب العمل ان انا مش هجدد وهو ما كلمنيش يجدد تلقائيا يعني موافقه ضمنيه بينا وبين بعض والكلام ده لا يسري على عود العمل الاجانب يبقى اول حاله عندنا في حالات انتهاء عقد العمل انتهاء عقد العمل العقد خلص العقد اللي انا عامله مع صاحب العمل انتهى خلاص يبقى العلاقه اللي بتربطني بيني وبين صاحب العمل انتهت هنا تعال نشوف مع بعض الحالة التانية انتهاء العمل المبرم من أجل عقد العمل انتهاء العمل المبرم من أجل عقد العمل إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل يعني إيه؟ هقولك يعني إيه؟ دلوقتي أنا مثلا هبني مدينة سكنية فالمدينة السكنية دي مثلا هنبني 30 عمارة وجبت الناس وعملت العقود هنا انا كاتب المده بتاعه العقد الانتهاء من بناء العمرات يعني ايه يعني انا جايب العمال لغرض معين الغرض ده لو انتهى يبقى العلاقه بين العامل وصاحب العمل انتهت يعني ببساطه كده انت مثلا يعني جبت حد يعمل لك البيت نقاشه في البيت فقال لك هياخد ثلاث شهور خلص بشهر ونص هيكمل معاك لا طبعا ليه لان الغرض اللي كان جاي عشانه انتهى فكلمه انتهاء الغرض المبرم من اجله اللي متفق عليه في العقد يعني المكتوب عشانه العقد انتهى العلاقه اللي انا كنت جايبك عشان تعملها العمل اللي انا كنت مكلفك بيه انتهى في الحاله دي العقد هنا بينتهي وهنا مش محتاجين مده ليه مش محتاجين مده انا مثلا جبت عمال ان هم وعملت معاهم عقد ان هم هيسفلدوا الطريق طبعا هنا انا ما اعرفش نظرا للظروف الخارجيه انا اعرفش السبلاتة دي هتاخد وقت قد ايه لكن بمجرد انتهاء الغرض اللي انا جايبهم عشانه يبقى العقد هنا انتهى يبقى خلي بالك كده عندنا حالات عقد الع... حالات انتهاء عقد العمل حالتين اول حالة انتهاء عقد العمل تاني حاجة انتهاء الغرض المبرم من اجله العقد يعني انتهاء الهدف اللي انا جايبه عشان العقد رقم ثلاثة في حالات انتهاء عقد العمل انتهاء عقد العمل بالاستقالة لا يعتد بالاستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخضار صاحب العمل بقبول الاستقالة برضو زي ما احنا متعودين ده كلام قانون احنا برضو هنبسط الكلام ونقول بيجي في الامتحان ازاي من حالات انتهاء عقد العمل الاستقالة احنا عندنا شباب فرق ما بين الاستقالة والإقالة الإقالة يبقى صاحب العمل هو اللي أقلني، هو اللي مشاني غصب عني. أما الاستقالة دي برغبتي أنا اللي بستقيل، أنا اللي مش عايز أشتغل. تمام. طيب أنا النهاردة استقلت ونتيجة بقى لمثلا مشكلة، ضغوط نفسية في الشغل، خلاف بيني وبين عامل، خلاف بيني وبين صاحب العمل، مشكلة كبيرة حصلت في الشغل ونتج عنها إن أنا أقدم استقالتي. وروحت البيت وقعدت يوم واتنين وتلاتة. وبعد ما قعدت كده فكرت قلت الله ده انا غلطان ما كانش الموضوع مستدعي الاستقاله هل ينفع بقى ان انا ارجع في كلامي في الاستقاله؟ طبعا القانون قال اه ينفع يجوز للعامل الرجوع في الاستقاله في خلال سبع ايام يعني انت من حقك ترجع في استقالتك في خلال قد ايه؟ سبع ايام تاني يجوز للعامل الرجوع في الاستقاله في خلال سبع ايام طب يا مستر السبعة ايام دول هيتحسبوا ازاي؟ اه هنا بقى بيشترط ان الاستقاله تكون مكتوبه. طب ليه مكتوبه؟ مش انا بقول هرجع في استقالتي في خلال سبع ايام من امتى؟ من تاريخ كتابه الاستقاله. يعني معنى الكلام ايه؟ ما عندناش استقاله شفوي، مش حاجه اسمها انا مستقيل، لا، عايز تستقيل اكتب استقاله وتاريخ الاستقاله، ليه؟ عشان لما تيجي ترجع في كلامك لو لسه بالسبعة ايام يبقى من حقك ترجع اما لو المده انتهت فهنا الموضوع خلاص ما عادش ينفع يبقى تاني يجوز الرجوع في الاستقاله في خلال كام يوم سبع ايام من تاريخ كتابه الاستقاله وفكرك تاني مفيش استقاله شفوي عندنا سؤالين بقى بتقرروا على طول في الامتحانات السؤال الاول بيقول ايه تقدم عامل باستقالته وبعد خمس ايام عدل عنها تاني تقدم عامل باستقالته وبعد خمس ايام عدل عنها كلمه عدل عنها هنا يعني رجع في كلامه يعني رجع في كلامه خلاص هنا بنقول له ايه قانوني قانوني ليه يجوز الرجوع في الاستقاله في خلال قد ايه برافو عليكم في خلال سبع ايام تاني السؤال وعلى مهلك اهو واكتبه في الملاحظات بتاعتنا تقدم عامل باستقالته وبعد خمس ايام عدل عنها هيجي لك كده في السؤال عدل عنها هقول له هنا ايه قانوني يجوز الرجوع في الاستقالة في خلال قد ايه سبع ايام ده سؤال في بقى سؤال تاني يجي إيه يقولك لك ايه تشاجر عاملان اتنين عمال الشكل مع بعض فابلغ احدهما صاحب العمل بالاستقالة تاني تشاجر عاملان فابلغ احدهما صاحب العمل بالاستقالة ابلغ يعني ايه يعني قال يعني قال بشفوي كده طيب هل دي استقاله يعتد بها؟ لا طبعا ليه؟ لان هنا لازم تكون الاستقاله ايه؟ مكتوبه يبقى في الموقف ده لما يقول لك تشاجر عاملان فابلغ بلاغ يعني احدهما صاحب العمل بالاستقاله اقول له هنا غير قانوني يجب ان تكون الاستقاله مكتوبه يبقى شرطين في الاستقاله ان انا ممكن ان انا ارجع فيها في خلال سبع ايام ولازم تكون الاستقاله مكتوبه يبقى احنا كده خدنا كام حالة من حالات انتهاء عقد العمل؟ ثلاث حالات، الحالة الأولى انتهاء العقد، الحالة الثانية انتهاء العمل المبرم من اجل العقد، رقم ثلاثة الاستقالة. طيب في حالات ثانية عندنا الحالة الرابعة. انتهاء عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكمًا، وهل لك الوقت يعني إيه حقيقة أو حكمًا؟ طيب نشوف بس الكلام المكتوب، إذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لاسرته ما يعادل اجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد ادنى قدره 250 جنيه. تصرف منحة تعادل اجر العام الكاملة عن الشهر الذي توفى فيه والشهرين التاليين. يلتزم صاحب العمل بنفقات وتجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقلها لها. طيب تعالى نتكلم على الجملة الأول غريبة اللي هي إيه؟ وفاة العامل حكما وحقيقة طيب يعني وفاة العامل حكما وحقيقة هي الوفاة فيها حقيقة ومش حقيقة هقول لك من وجهة نظر القانون آه الوفاة حقيقة يعني الوفاة حصلت طبيعية لقد الله بقى العامل ده مات في حادثة مات تعبان مات في الشغل مات في أي حاجة أما الموت حكما يعني إيه الموت حكما الموت بحكم محكمة إن الشخص ده متغيب مدة معينة في القانون لو تغيب عنها حوالي اربع سنوات يعتبر ميت في نظر القانون عشان كده بنقول الموت حكما يبقى من حالات انتهاء عقد العمل وفاه العامل حكما وحقيقه ده بالنسبه لي حكما وحقيقه تعال بقى نشوف العامل بيستحق ايه يستحق العامل قلنا اذا توفى العامل وهو في الخدمه لو هو في الخدمه بيصرف لصاحب العمل لاسرته ما يعادل اجر شهرين من الاجر بتاعه لموافقه نفقات الجنازه بحد ادنى قدره 250 يعني ايه دي اسمها مصاريف الجنازه تاني دي اسمها عشان نشرحها ببساطه كده دي اسمها مصاريف الجنازه في بعض الحتت التانية بتسميها الخارجه لكن احنا في قانون العمل بنسميها مصاريف الجنازه لو العامل اتوفى اثناء الخدمه على فكره لو اتوفى بعد الخدمه برضه بيصرف له نفس المبلغ بس خلينا هنا في العامل وهو بيتوفى في الخدمه يحصل على اجر شهرين صاحب العمل بيدي اجر شهرين وعلى طول وفوري طبعا الاجر الشهرين دول بيستحقوا كمصاريف جنازه بحد اقصى بحد ادنى 250 جنيه طبعا بيستلمهم هنا من قام بمصاريف الجنازه دي ملاش دعوه بالورث ولا الميراث ولا الكلام ده طيب ده اسمها ايه خلي بالك مصاريف الجنازه في حاجه ثانيه بقى بيستحقها العامل اسمها منحة الوفاء نفرق بالاتنين نفرق بالاتنين مصاريف الجنازة عبارة عن شهرين من الأجر يعني لو العامل كان بيشتغل بألف جنيه وتوفى أثناء الخدمة ياخد شهرين يعني ياخد ألفين جنيه أما منحة الوفاء تصرف منحة الوفاة كالآتي تصرف شهر الوفاء وشهرين من الأجر يعني الشهر اللي توفى فيه العامل بالإضافة إلى شهرين يعني كده ثلاث شهور يعني الفرق ما بين مصاريف الجنازة و منحة الوفاء منحة الوفاء عبارة عن شهر الوفاء بيستحق شهر الوفاء بالإضافة لشهرين أما مصاريف الجنازة عبارة عن شهرين من الأجر بحد أدنى 250 جنيه وهو بيستحق الاتنين مصاريف الجنازة وبيستحقوا كمان منحة الوفاء يبقى نفرق بين الكلام ده هشرح النقطة دي تاني من حالات انتهاء عقد العمل وفاة صاحب وفاة العامل حكما وحقيقة لما بنقول حكمًا وحقيقة وضحنا عن ايه حكمًا وحقيقة طيب ايه هي مستحقات العامل او مستحقات اسره العامل بعد الوفاه يستحق العامل مصاريف الجنازه اللي هي عباره عن ايه شهرين من الاجر دي مصاريف الجنازه بيستحق كمان منحه الوفاه ايه منحه الوفاه بياخد اجر الشهر اللي هو توفى فيه ايا كان بقى توفى امتى في الشهر ده بالاضافه الى شهرين طبعا هنا دول بيستحقهم ايه الـ اسره صاحب اسره العامل اللي توفى يبقى عندنا كده كام حاله اربع حالات نقول تاني اول حاجه من حالات انتهاء عقد العمل انتهاء مده العقد رقم اتنين انتهاء العمل المبرم من أجل العقد رقم ثلاثة انتهاء العقد بالاستقالة رقم اربعة وفاة العامل حكما وحقيقة تعال نشوف مع بعض الحالة الخامسة انتهاء عقد العمل بوفاة صاحب العمل لا ينتهي عقد العمل بوفاه صاحب العمل الا اذا كان قد ابرم العقد لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل او بنشاطه الذي ينقطع بوفاته. ايه بقى الجمله دي؟ طيب ركز معايا بقى. هرجعك كده لنقطه قانون العمل. قلنا ان قانون العمل ده ان العامل بيشتغل لدى صاحب العمل مقابل اجر بس صاحب العمل ده نوعين يا اما شخص طبيعي او شخص اعتباري يا شخص طبيعي يا شخص ايه؟ اعتباري فالقانون هنا بيقول ايه؟ من حالات انتهاء عقد العمل وفاه صاحب العمل، الله يعني انا لو شغال في منشاه وصاحب العمل مات العقد العقود دي كلها تنتهي؟ القانون قال اه بس امتى؟ لو كانت الاعتبارات شخصيه يعني العقد اللي انا عامله عامله مع شخص طبيعي تنتهي العقود اما لو كان العقد معمول مع شخص اعتباري لا ينتهي عقد العمل خلي بالنا من النقطه دي واقولها تاني من حالات انتهاء عقد العمل وفاه صاحب العمل يعني لو احنا شغالين في منشاه صناعيه وصاحب العمل ده مات هل العقود تنتهي؟ القانون قال لو كان العقد بصفته بصفته الشخصيه لاعتبارات شخصيه ترتبط بصاحب العمل يعني انا متعاقد مع شخص طبيعي تنتهي ليه بتنتهي؟ لان انت كاتب في العقد كده اسم صاحب العمل فلان الفلاني وده اللي هتقبض منه، طب ده مات احنا ما نعرفش بقى اللي يجي يقول لك ايه طب اقبض من اللي انت عامل معاه العقد، طب هو مات يبقى كده العقود بتنتهي، اما لو انت عامل العقد ده مع صاحب عمل بس شخصيه اعتباريه شغاله عند شركه سين شركه صاد يبقى انت كده العقد لا ينتهي، يبقى هنا لما نقول وفاه صاحب العمل بتنهي العقود نقصد بيها صاحب العمل لو كان شخص طبيعي يبقى عندنا كم حالة كده دلوقتي نقول تاني حالات إنتهاء عقد العمل وفاة أول حالة عندنا قلنا إنتهاء العقد الحالة التانية إنتهاء العمل المبرم من أجله العقد رقم ثلاثة الإستقالة رقم أربعة وفاة العامل حكما وحقيقة رقم خمسة قلنا وفاة صاحب العمل تعال نشوف مع بعض الحالة السادسة انتهاء عقد العمل لعجز العامل عجز كلي لعقد لعجز العامل عجز كلي اذا كان عجز العامل عجز جزئي فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز الا اذا ثبت عدم وجود عمل اخر لدى صاحب العمل يستطيع العمل ان يقوم به على وجه مرضي فاذا ثبت وجود عمل اخر كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل ان ينقله لذلك العمل يعني ايه بص احنا بنقول من حالات انتهاء قعد العمل قلنا ان العامل هنا يصاب بعجز كلي، طب هو ايه الفرق بين العجز الكلي والعجز الجزئي؟ احنا هنا ما بنتكلمش على مقدار الاصابه قد ايه، امال بنتكلم على ايه؟ بالنسبه للشغل على تاثير العضو المصاب في العمل، يعني ايه؟ ممكن يكون واحد بيشتغل شغلانه معينه، الشغلانه دي مثلا يعني بيشتغل بصبعه او بيشتغل بايده، فممكن مثلا يصاب بعجز في, في الصابع ده هنا اصبح غير قادر على العمل نهائيا ليه هو ده اللي بيشتغل بيه يبقى ده عجز كلي اما لو هو العجز ده تسبب في اصابه والاصابه دي ممكن يكمل بيها شغل تاني يبقى ده عجز جزئي احنا بنقول بقى هنا من حالات انتهاء عقد العمل العجز الكلي اذا ثبت ان العامل لا يستطيع العمل بسبب هذا العجز ما عادش يقدر يشتغل بسبب العجز ده يبقى هنا على طول بينتهي عقد العمل، طبعا هنا بينتهي عقد العمل والعجز تمام، لكن العامل بيحصل على جميع مستحقاته، ايه بقى مستحقاته دي؟ ودي هنتكلم عليها باستفاضه، اللي هي تعويض اصابه العمل، طبعا تعويض اصابه العمل دي يستحق العامل تعويض مدني، حقوق مدنيه، الحق في العلاج، الحق في الرعايه الطبيه، طبعا كل ده بيتحمله صاحب الشركه او بتتحمله التأمينات يبقى كده عندنا حالات متعددة لإنتهاء عقد العمل نقول تاني من ضمن حالات لو لأن السؤال ده لنا مقالي اذكر حالات انقضاء عقد العمل أقوم أقول له أول حالة انتهاء مدة العقد الحالة التانية انتهاء العمل المظلم من أجله العقد الحالة الثالثة انتهاء العمل بالاستقالة رقم أربعة وفاة العامل حكما وحقيقة وفاة صاحب العمل اه إذا كان شخص إيه طبيعي قلنا كمان الاستقالة قلنا في حالة العجز الكلي عندنا كمان الحالة اللي بعد كده انتهاء عقد العمل بسبب بلوغ سن التقاعد يجوز لصاحب العمل انهاء عقد العمل اذا بلغ سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد لما بعد بلوغ هذا السن ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد الا بانتهاء مدته يعني ايه خلينا الاول في انتهاء العقد بسبب بلوغ سن التقاعد سن التقاعد اللي هو بلوغ او المعتاد يعني سن الستين لان في بعض المنش... المصالح والمنشات ما بتطلعش 60 بس السن بتاعنا سن التقاعد الستين في حاله بلوغ العامل سن الستين من حق صاحب العمل ينهي التعاقد ما لم يكن العقد محدد المده يعني ايه بقى محدد المده هقول انا دلوقتي يعني انا مثلا جبت عامل يشتغل عندي وعامل... وجي... والعامل ده لما قدم لي البطاقه الشخصيه في الشغل لقيت سنه 55 سنه عملت له عقد محدد المده لمده 10 سنوات يعني انا جايبه يشتغل عندي وهو سنه كام 55 سنه عملت له عقد لمده 10 سنوات محدد المده العقد ده ينتهي وهو عنده كام سنه هو عنده 55 و10 سنين يعني ينتهي وعنده 65 سنه لما العامل ده بلغ سن ال 60 أنا كصاحب عمل قلت له امشي قال لي لا مش همشي ليه؟ لأن عقدي محدد المدة والقانون في صف العامل القانون بيقول ايه؟ تنتهي أو من حق صاحب العمل إنهاء عقد العمل لبلوغ سن التقاعد ما لم يكن العقد محدد المدة يعني لو العقد ده محدد المدة ومدة العقد هتنتهي بعد بلوغ سن التقاعد لا العقد يتكمل حتى لو بلغ سن التقاعد ليه؟ لان هو العامل لما بيجي العقد ده لما بيجي يتعمل مش فيه بطاقه بتتقدم من ضمن المستندات انا كصاحب عمل عارف سن العامل ولما بعمل له عقد محدد ببقى عارف ان العقد ده هينتهي بعد سن التقاعد يبقى ما ينفعش ان انا بعد كده اقول له لا ده انت تنتهي في سن التقاعد نوضح النقطه تاني عشان بتيجي اكمل من حالات انتهاء عقد العمل بلوغ سن التقاعد تمام ما لم يكن هنا شرط بقى ما لم يكن العقد ده محدد المده، لو العقد ده محدد المده يبقى مش هينتهي عقد العمل وهنكمله. دي حالات انتهاء عقد العمل. طيب نبص كده مع بعض على النقطة اللي بعد كده. انتهاء العقد محدد المده. هنا بقى أنا بعمل للعامل عقد محدد المده. يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد محدد المده أو المبرم لإنجاز عمل معين في حالة إذا حكم على العامل نهائياً بعقوبة جنائية او عقوبه مقيده للحريه وذلك ما لم تامر المحكمه بوقف تنفيذ العقوبه هو هنا من حالات انتهاء عقد العمل آه العقد محدد المده ينتهي لكن هو بيوصلك النقطة هنا ان إيه؟ ان انا مثلا عملت عقد عقد محدد آه المده لعامل وبعد كده العامل انا صاحب عمل مش هضمه عايز امشي القانون بيقول لا ده بص القانون بيقول لك ايه بقى ينتهي عقد العمل المحدد بعقوبة جنائية عقوبة ايه جنائية يعني حكم من المحكمة وبشرط ان المحكمة ما تكونش وقفت الحكم يعني معنى صح ما تقدرش تنهي عقد العمل المحدد, المحدد بالذات لان المحدد ده انت اللي محدد المدة المحدد ده بالظبط كده انت جبت واحد مثلا يعني اجرت له شقة لمدة معينة خمس سنين ست سنين فعش بعد سنتين تقول له لا انا عايز الشقة عشان محتاجها هيقول لك انفذ العقد ده القانون كده. امتى تطلعه من الشقه لو عمل مخالفه قانونيه اللي هي في حكم الجنايه؟ احنا كمان بنقول ممكن ننهي العقد محدد المده اذا تم الحكم على العامل في جنايه وعقوبه جنائيه وبشرط ان المحكمه ما تكونش وقفت يعني ممكن المحكمه تحكم حكم مع ايقاف التنفيذ. لا الحاله دي ما تنفعناش، احنا عايزين حكم بات من المحكمه عشان ننهي العقد. يبقى احنا كده آه معانا تمن حالات لانتهاء عقد العمل. السؤال بيجي لنا مقال في الامتحان هنقولهم تاني. حالات انتهاء عقد العمل الفردي. اول حاله انتهاء مده العقد او انتهاء العقد. رقم اتنين انتهاء العمل المبرم من اجل العقد. رقم ثلاثه الاستقاله وهو وفكرك, وفكرك تاني الاستقاله لازم تكون الاستقاله كتابه لازم تكون ايه؟ كتابه ويجوز الرجوع فيها في خلال سبع أيام ده بالنسبة للاستقالة قلنا كمان وفاة صاح وفاة العامل حكما وحقيقة وضحنا, وضحنا يعني إيه حكما وحقيقة لكن في حالة الوفاة وهو على الوظيفة يعني مات وهو أثناء يعني مات قبل ما يطلع معاش يعني بيستحق اللي إحنا هنقوله دلوقتي أول حاجة بيستحق مصاريف الجنازة وهي عبارة عن شهرين من الأجر وتصرف فورا كمان بيستحق حاجة اسمها منحة وفاة عبارة عن شهر الوفاه اجر عن شهر الوفاه وشهرين متتاليين من الاجر، يعني الفرق بين دي ودي ان مصاريف الجنازه شهرين اما منحه الوفاه ثلاثه اشهر. قلنا كمان من ضمن حالات انتهاء عقد العمل وفاه صاحب العمل بس يكون شخص طبيعي. قلنا كمان من حالات انتهاء عقد العمل بلوغ العامل سن التقاعد وانتهاء العقد محدد المده. ده من الدروس المهمة جدا، دروس حالات انقضاء عقد العمل الفردي واللي بيجي عليه أسئلة، احنا شفنا الأسئلة بتاعته، يا إما مقالي يا إما صح وغلط يا إما رأي قانوني. نشوف النقطة اللي بعد كده معانا. التزامات صاحب العمل بعد انتهاء العقد، يعني العقد اللي احنا قلنا خلاص انتهى، التمن حالات اللي احنا خدناهم تقع التزامات على صاحب العمل بعد انتهاء العقد. أول التزامات إيه؟ يعطى للعامل دون مقابل، يعني من غير اي مصاريف او اي فلوس وبناء على طلبه شهاده يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمه وتاريخ انتهائها ونوع العمل الذي كان يؤديه والمزايا الذي كان يحصل عليها. طيب هو ليه يا مستر بياخد الشهاده دي؟ أقول لك ليه؟ احنا بنتكلم على العمل الخاص، يعني عمل خاص؟ منشات صناعيه متعدده، احنا عارفين في العمل الخاص انا ممكن اشتغل في مصنع سنتين ثلاثه اربعه واسيبه واروح مصنع ثاني. الشهاده دي بقى اللي احنا بنتكلم عليها إن العامل بياخدها بدون مقابل بمثابة شهادة خبرة، ليه؟ عشان أما أروح منشأة تانية أقول له لا والله أنا كنت شغال في المكان الفلاني بتاريخ كذا وتاريخ انتهاء العقد كذا ومدة خبرتي كذا. طب مدة خبرتي دي هتنفع؟ طبعًا. أولًا مدة خبرتك دي هتعلي وظيفتك في الشغل، ثانيًا هتعلي من أجرك ثالثا هيبقى لك استحقاقات في الاجازات بتاخدها بواقع الخبره دي فدي نقطه مهمه جدا طيب في التزامات تانية اه طبعا في التزامات تانية على صاحب العمل يعطى للعامل شهاده هي بتحديد خبرته شهاده بتحديد خبرته وكفاءته المهنيه وذلك اثناء سريان العقد وفي نهايته يعني بيدي للعامل ده شهاده بالخبره بتاعته وكفاءته المهنيه وذلك اثناء سريان العقد يعني ساعه ما هو كان شغال حتى نهايه العقد كمان اخر حاجه بياخدها العامل ان الشهاده دي بتتضمن بناء على طلب العامل الاجر اللي كان بيتقاضاه وسبب انهاء علاقه العمل ويرد للعامل ما يكون قد اودع لديه من اوراق او شهادات او ادوات فض طلبها يعني العامل بياخد شهاده ب التحق بالشغل امتى وساب الشغل امتى وبياخد شهاده خبره بالشغل اثناء الشغل بتاعه حتى نهايته، طبعا هنا في بقى نقطة مهمة جدا، لو العامل اتفصل من الشغل ودي مشكلة كبيرة، ليه؟ لو اتفصل من الشغل هيتكتب له طبعا يعني أنا مثلا بقى لي 10 سنين شغال في مكان واتفصلت بالعمل أيا كان السبب بقى. لو راح اشتغل تاني ما أقدرش أقول لصاحب العمل أنا كنت بقى لي شغال 10 سنين، أول حاجة هيقول لي هات إيه؟ هات ما يثبت، ولو جبت ما يثبت هيتكتب فيها سبب انتهاء العقد. ممكن يتكتب فيها اسباب الفصل فانا ممكن ما اشتغلش اساسا فاضطر ان انا عشان كده بنقول ايه بنقول ان الفصل من الخدمه ده حاجه صعبه جدا لان كمان بتاثر على مستحقات العامل العامل ممكن ما ياخدش اي مستحقات لان احنا قلنا حالات الفصل من الخدمه حالات وخلي بالك وخلي بالك ان حالات الفصل من الخدمه غير حالات انتهاء عقد العمل حالات الفصل من الخدمه معناها ان العامل ارتكب خطا جسيم وبناء عليه تم فصله من الخدمه زي ايه؟ زي مثلا قدم بيانات مزوره اعتدى على صاحب العمل اثناء العمل نافس العم... صاحب العمل في عمله افشى سر من اسرار العمل كان العامل ده واقع تحت تاثير المخدرات لم يراعي قوانين السلامه والصحه المهنيه كل دي حالات الفصل من الخدمه اما حالات انتهاء قعد العمل دي نهايات طبيعيه للعلاقه بينك وبين صاحب العمل، اما الفصل مش نهايات طبيعيه، الفصل ده انت ارتكبت خطا جسيم تسبب في خساره للمنشاه ايا كان بقى الخطا ده فبسببه تتفصل من الخدمه. طيب نشوف مع بعض كده النقطه اللي بعد كده. انتهاء عقد العمل بالنسبه للعامله، النقطه دي مهمه جدا. للعامله ان تنهي عقد العمل سواء كان محدد المده او غير محدد المده بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المقرر لها على أن تخطئ صاحب العمل برغبتها في ذلك في خلال ثلاث أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال يقصد إيه بالنقطة دي؟ هنا بقى ميزة تخص السيدات فقط اللي هي إيه؟ من حق السيدة أو من حق النساء إن هي تفسخ العقد تلقائيًا تنهي العقد حتى لو كان العقد ده محدد المده يعني انا كعامل كراجل ما اقدرش انهي يعني العقد محدد المده لان ممكن يبقى في شرط جزائي اما الست لا السيدات من حقها او النساء من حقها تفسخ العقد في حاله في ثلاث حالات ايه الحاله دي؟ اول حاجه ان هي تتزوج، الحاله الثانيه ان هي تبقى حامل، الحاله الثالثه ان هي تنجب الطفل ده يبقى ثلاث حالات اهم بس بشرط بقى لو انت عايزه تقدمي استقالتك او تنهي العقد حتى لو كان محدد المده تبلغي صاحب العمل قبلها بثلاث شهور وتقدمي ما يثبت انتي هتلغي العقد ليه؟ يعني لو انت مثلا هتت... هيبقى جواز هتقدمي سيمه الجواز او ما يثبت عقد الزواج بتقدميه لصاحب العمل، الحمل هتقدمي ما يثبت الحمل، الوضع هتقدمي ما يثبت الوضع، بس العامله هنا قلنا من حقها هي العامله بس مش العامل، العامله بس من حقها تفسخ العقد الثلاث حالات دول وهتاخد جميع مستحقاتها جميع مستحقاتها حالات ايه حالات الحمل حالات الوضع وحالات الزواج نشوف النقطة اللي بعد كده الأسباب التي لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل تاني الأسباب التي لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل الفردي طبعا احنا لما اتكلمنا على الفصل من الخدمه قلنا ايه قلنا ان الفصل من الخدمه ليس من اختصاص صاحب العمل يعني ما حطناش عقوبه الفصل من الخدمه في ايد مين صاحب العمل ليه عشان اللي احنا هنشوفه دلوقتي احنا السؤال بتاعنا دلوقتي بيقول ايه ايه الاسباب الغير كافيه للفصل يعني العامل ما... صاحب العمل ما يقدرش يفصل العامل لاي سبب من اللي هنقولهم دول اه طبعا هنا يبقى لو لو فصلوا يبقى فصل اسمه فصل تعسفي وبتبقى فيه مشكله كبيره ايه بقى الاسباب ديت تعال نشوف مع بعض اول سبب غير كافي للفصل لو الفصل وقع بسببه يبقى الفصل هنا باطل اللون او الجنس او الحاله الاجتماعيه او المسؤوليات العائليه او الحمل او الدين او الراي السياسي خلي بالك دي نقطه واحده اللون او الجنس او الحاله الاجتماعيه او المسؤوليه العائليه او الحمل او الدين او الراي السياسي يعني ايه يعني صاحب العمل ما يقدرش يفصل العامل بسبب اللون، يعني ايه اللون؟ لون البشرة اللي هي التفرقة العنصرية، ما يقدرش يفصل العامل عشان اللون بصوته مثلا أبيض أو أسود، أو الدين ما ينفعش يفصله على سبب ديني أو على رأي سياسي أو على الحالة الاجتماعية متزوج أو أعزب أو الأعباء العالية، كل دي أسباب غير كافية للفصل من الخدمة، لو العامل اتفصل بسببها نقول له هنا غير قانوني الفصل هنا باطل لان هذه الاسباب غير كافيه للفصل يبقى اللون والديانه والجنس والحاله الاجتماعيه والراي السياسي والحمل كل دي اسباب غير كافيه إيه؟ لفصل العامل من الخدمه تعالوا نشوف السبب الثاني انتساب العامل الى منظمه نقابيه او مشاركه في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القانون انتساب العامل الى منظمه نقابيه او مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القانون يعني لو العامل ده بيشتغل في نقابه نقابه يعني ايه نقابه دي دورها ان هي تجيب حق العمال فهتبقى مسبب صداع شويه لصاحب العمل هل صاحب العمل يقدر يفصله بسبب انتسابه للنقابه او ممارسه دور نقابي هنا بنقول طبعا غير قانوني الفصل لا يقع هنا لان دي من الاسباب الغير كافيه للفصل يبقى يعني عندنا اللون والديانه والجنس والحاله الاجتماعيه والاعباء العائليه والحمل والراي السياسي دول كلهم اسباب غير كافيه للفصل اذا انتسب العامل الى نقابه او مارس دور نقابي برضه ما ينفعش يتفصل من الخدمه طب في اسباب تانية اه معانا اسباب تانية نشوف كمان الاسباب اللي بعد كده ممارسه صفه ممثل العمال او سبب ممارسه هذه الصفه او السعي لتمثيل العمال كلنا كده بنشوف في في المسلسلات في المصانع حد اسمه رئيس العمال او زعيم العمال او اللي بيتكلم بلسان العمال طبعا هنا بيتكلم بلسان العمال يعني عايز ايه نزود الاجر ايه لا راحات العمال لا المكان ده اصبح يمثل فهنا بيسبب مشكله لصاحب العمل فالقانون قال لو كنت انت بتمارس دور رئيس العمال او عايز تمارس دور رئيس العمال ده مش سبب كافي الفصل من الخدمه يعني لو صاحب يعني لو جالك سؤال كده وقال لك قام صاحب عمل بفصل عامل من الخدمه بسبب تمثيله للعمال او بسبب قيام بدور رئيس العمال اقول له هنا ايه غير قانوني طب ليه غير قانوني لانها من الاسباب الغير كافيه للفصل من الخدمه عندنا كمان اذا تقدم العامل بشكوى ضد صاحب العمل يعني ايه يعني لو انا هو الاول بس قبل ما نقولها هو انا ينفع اشتكي صاحب العمل اه ينفع اشتكي صاحب العمل عن طريق اللجنه المختصه دي طبعا كانت الاسباب الغير كافيه للفصل كده وصلنا ان شاء الله لنهايه الفصل الثاني ونهايه حلقتنا كمان نشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته